رجعت للعط تاني ولا ايه؟ يا بنت اللذينة، انت بقالك 3 سنين اونلاين. بس ايه القمر ده؟ وحشتني. وانت اوحش. بقولك ايه بقى، ما تيجي نظبط الاداء زي زمان بقى. ها بطل قلة ادب لمراتك تشوفك. مراتي ايه يا بنت، انت عبيطة؟ دي بومة. انما انت بقى عايز ايه؟ هنغمض احنا الاثنين مع بعض وتديني ارخص حاجة عندك، ارخص ما يمكن اهداره. غمض ومد ايديك، اول ما افكر فيك هتحس باللمسة. اوبا، سنتها بدأت احس باللمسة. بقولك ايه، اول ما اقول اوبا تفتح عينيكي هكون بدأت بعنف. انت بتصرخي، احنا هنستعبط. انا لسه عملت حاجه، ده احنا لسه يعني ايه ده؟ انت اهو نسوان تاني يا عمر، نسوان تاني. شم بمناخيرها وبتشم بظهرها على القفشه سيستي. يا ملك يا ليلى الحقوني. اشرب 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 يا حبيبتي اشرب. الحمد لله، الف سلام عليك. هو ايه اللي حصل؟ سمعنا صوت جرينا عليكي لانكي واقعه هنا، فصحينا بابا وهو اللي انقذك. كنت نايم. ايوه انت كنت بتخوني يا عمر. ايه؟ ما تبطلي فطرة بقى يا شيخه. الله، مو الملك كان بتنيل نايم. انا مش عارفه مالي، دي سابع مره في نفس الشهر يجيلي تهيؤات. ام سوري يا عمر بجد. ولا يهمك، انا هفضل جنبك لحد ما اجيب اجلك، لحد ما ان شاء الله ربنا يكرمك وتخفي. انت تعبانه يا سلمى بجد، انا كنت اموت فيها. بعد الشر عليك. بس الظلم وحش يا سلمى، الظلم وحش. لا يا عمر خلاص، لا ما تقفرش يا عمر، وبعدين ما تنسى اعمل مصيبه في الفرح.